السلام عليكم البنات، كي درتو لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد البنات، الله يجازيكم بالخير. ما تنساوش لي جيم الفيديو، شكرا لكم على الدعم ديالكم. اللي بغات شي حاجه تواصل معايا في الرقم ديال الواتساب، راه مكتوب في العنوان ديال الفيديو، توصيل جميع المدن وحتى خارج المغرب. ما تنساوش تخليو التعاليق، وان شاء الله على قبل المسابقه. والسحب غادي يكون اليوم ديال الشهر اللي فات، وان شاء الله كل شهر الاول ديال الشهر تيكون السحب. غادي ندير لكم البنات هاد مع هاد لي باك هادو ديال 3 براسلي ديال الكارتي مع انشان ديال لاسي ديال زريزرات. بالنسبه لي موديل ديال لي شان هما هادو، كاين ديال فان كليف، كاين بزاف شكيلات. هادو البنات الباك كيبقى ب 200 درهم، هادو راه كلهم لاسي برومي شوا. اللي بغات شي حاجه البنات تاخذ الصوره من لا فيديو وتدخل عندي الواتساب. وكاينين البنات لي باك ديال 3 براسلي، كاين ثاني هذا، هذا الباك هذا تيجي زويون، هادو 270 درهم ثلاثه ديال لي براسلي. كاين ثاني هادو ديال جلوي، ثاني ثلاثه فيس، هما كارتي فيس جلوي. وكاين ثاني هاد الباك هادو، هادو ديال اكس بي البنات، والاخرين ديال لاسي البنات. بالنسبه لي موديل اللي حطيت لكم ديال الاطقم ديال الاكس بي، راه باقا متوفره منهم البنات شي حاجه. كاين هاد الموديل البنات هذا راه 250 درهم، والموديلات الاخرين 230 درهم. هما غادي تشوفوهم، فيهم البراسلي، فيهم لاشين بالعلاقه، الحلقات والخاتم. هادو البنات راه باقي متوفرين منهم شي حاجه، ماشي القياسات كلهم، المهم باقي شي بياسات منهم. هادو لي موديل البنات ديال اطقم ديال لي اكس بي. اللي بغات شي حاجه البنات تاخذ صوره من الفيديو وتحطها لي في الواتساب. بالنسبه للواتساب البنات من الاحسن بقاو تصيفطوا ليا ميساجات، يعني اوديو ولا ميساج مكتوب، حيت كاين لي تتصوني عليا انا بعض المرات ما تنجاوبش على المكالمات ديال الواتساب. دونك من الاحسن من الاحسن خلي اوديو، باش تتبقى يعني حتى شنو بغيتي طلبي في لا كوموند، تيبقى المقاسات يكون داكشي اونجيستري ماشي بحال المكالمه. كاين البنات هاد الطقم هذا ديال 3 دي تيجي زوين، هذا 230 درهم. غندوزو البنات دابا لسحب المسابقه، ومن بعد غنخليكم مع بعض الموديلات من الكتالوج. غادي ناخذ رابط من الفيديو نشوفوا شكون الفائزه الاولى. غادي ناخذ هاد لا فيديو، هادي كان ديك لا فيديو اللي حطيت ديال بنتي. دونك ناخذ الرابط ونحطوه في لابليكاسيون ديال السحب، هي هادي. بالنسبه للمسابقه البنات راه كل الاول الشهر تيكون السحب، دونك ما عليكم الا تخليو التعاليق ديالكم لي جيم والاشتراك، تكونوا مشتركين في القناه، البارطاج مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، يعني ما كاينش شي شروط اللي صعيبه. دونك غادي نشوفوا هاد لابليكاسيون ولاو تيطلعوا فيها حتى شي اشهارات، داكشي ولا تتبرزط. دونك غادي نشوفوا هنايا شكون اللي غادي يطلعوا في التعاليق الفائزه اللي غتطلع. دونك بالنسبه للاسم اللي طلع الياس تي اش تي ام، الياس اش تي ام، المهم واش ولد ولا بنت. المهم تواصلوا معايا في الواتساب باش نرسل لكم الجائزه ديالكم. غنشوفوا دابا الفائزه الثانيه اللي غادي تطلع معنا في السحب. غادي ناخذوا ثاني رابط ديال هاد لا فيديو، هادي يعني راه تناخذ غير من لا فيديوهات، من لي فيديو اللي تنكون حطيت غير عشوائي، يعني ماشي دونك. نشوفوا شكون اللي غادي يطلع في هذا السحب هذا. الفائزه الثانيه صفاء النعيمي، صفاء النعيمي، تواصلوا معايا، مبروك عليكم، تواصلوا معايا في الواتساب. مبروك الفائزات اللي معنا في هذا الشهر، وان شاء الله عقبال لكم كلكم ان شاء الله تربحوا معايا. ما كرهش انكم كلكم تربحوا، ولكن الغالب الله، هذا هو القانون ديال المسابقه. تواصلوا معايا في الواتساب باش تعطيوني المعلومات باش نرسل لكم الجوائز ديالكم. بصحتكم وراحتكم وعقباليكم. ودابا البنات غادي نخليكم مع بعض الموديلات من الكتالوج. ما تنساوش البنات لي جام، شكرا لكم بزاف، والى فيديو قادم ان شاء الله.